أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: في قوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، هل يدخل في ذلك الذي يتلبس بهم الشياطين أنهم متوكلون على الله وأنهم ليسوا أولياء للشيطان؟ اللي يتلبس بهم الشياطين هذا نوع من المرض، ما هو بنوع من العقيدة، ما هو بنوع، هو عقيدة سليمة، هو مؤمن لكنه ابتلي بهذا المرض لسبب من الأسباب، أما عقيدته فهي سليمة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.